لا 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 السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة فيرس تو فاذم. السلسلة هذه طبعا كل قصصها قصص تكون حقيقية، فهذه الحلقة الخامسة ان شاء الله انكم تستمتعون معنا، وخلونا نكتشف ايش الخوف في هذه الحلقة. يقول لك في ديسمبر 8، حلو، واحد في المكتب متكي يقول انا احتاج قهوة كافي كذا، فخلونا نضبط لنا واحد كذا آيس دريب، يعني شيء خفيف لطيف. والله هدي يعني مداوم متأخر. يا ابني ايش غطى اسكي، يقول لي نو باتري. قهوة هنا جاهز من ذي اللي شط 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 شط. ايوه هنا، هات واحد كوب. اما حط الليلة كاملة. يلا موية، حط موية، حط البن برضو يعني. اوكي لا طيب، نختار واحد اسبريسو. يلا لا هذا كابتشينو، حلو شغل. القهوة جاهزة. ايش I need to button OLED. اجلد غطيه، حلو. يلا اعطيها قهوة. لا طيبة طيبة هذه. اما يبغى الحمام. اوكي حبيب، في ناس تشتغل شكله، اسمع صوت كيبورد. لا في واحد شغال صح. اوكي حلو، من الحال يعني نشرب. الرجال ولا النساء؟ انا ما ادري. اوكي النساء، حلو يعني بنت. في زبالة ولا هنا؟ حلو، نعتذر يا اخوان على المشاهد هذه. خلصنا. لازم تكون نظيف يعني. ما ينفع اقطع بليسك يا ابن فعبنا من البداية كذا، ما ينفع يا اخوان. يقول معليش ما كان ادري ان في احد هنا. لا يا شيخ، وصوت هذا يقول قلبي فلت. يقول معليش المفروض كان ادق الباب. لا يا شيخ ما توقعت احد هنا متاخر يعني لسه مداوم. معليش يقول له ثاني مره ادق وكذا. وانا صار اليوم متضايق ومدري ايش. ايش المضايق ليش؟ يقول يا اخي ما ادري في احد غريب يرمي اكواب القهوه في الارض. والله هذا الشغل سيء، احنا ما نسوي هذه الحركات وذي الاشياء ما نسويها. يقول لي يلا ليله سعيده انت وكذا يلا روح. توقع هنا في كوب، واتوقع شفته انا رماه هنا يعني اذا تبغى تشيك كيفك. التلفون يرن. السلام عليكم. رد. الو. Hey Orb, it's Mike. Mike. حلو، هلا مايك. Trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. يقول احاول لي ساعتين اتصل عليك بس يعطيني مشغول مدري. والله مدري عوافي يا خوي. طيب يقول حسب انك يعني تصرفيني وكذا ما راح ارد. امزح. يقول لا ليش الى الان في شغلك يعني الوقت تاخر. والله في اشغال كثير يعني لا تشغلنا. يقول عنده هو رحله، في ايش صار على رحلتنا؟ هل حجزتم البيت ولا لا؟ لان ابغى اشوفك ضروري انت ونوره. راح احجز بعد الشغل ان شاء الله. يقول خلاص احجزي الليله يعني عشان نلحق عليه وكذا. ها ايش في؟ يقول ايش رايك امرك انا واخذك اوصلك البيت وكذا. أو ياخذها اما من الشغل، او يقصد انه ياخذها ويروحون للبيت ويقول مره واحده نسولف وكذا انا وانت قبل ما نوره تجي يعني. طيب خلاص اوكي. يلا خلاص. ايش يبغى؟ يبغى حاجه زياده. يقول اهم شيء اذا حجزت البيت حاول انه ما يكون الليله باكثر من $100. والمهم ان نوره طفرانه يعني وكذا، ف انا احاول اشوف. خلاص ما عليك، حنشوف شيء كويس. خلاص بس هذا يسولف بس. تذكر الكافي؟ معروف الكافي. يقول الله حشتنا ايام الجامعه والكافي هذاك. يلا متحمس. يقول خلاص خلاص يلا مع السلامه. طيب خلينا نكمل شغلنا. ايش عندنا هنا؟ الحساب. حلو تمام، خلصنا. نشيل نحط المهملات. اوكي نمزح. لوه في ديفيتي هوب، هذا غني. نيغوشيشن لسه ما يعني اكدوا البيعه. حلو طيب. في لعبه هنا. ايش في؟ الو اب
ولا سولف؟ وات؟ ما نفهم. كتابة اكتب. حلوة الفكرة، حلوة اللعبة. بالله كيف يا جماعة تشوفون؟ وانا اسولف معاكم بدون ما اجيب الكيبورد. بوث يلا تو. اوكي عين عين. لا اله الا الله، بالله انك تقول ما شاء الله يا اخي. لا لا يا كلب انت راسك. المهم خلاص خلاص طفشت من اللعب. براوزر ستارت. ايش هنا؟ حلو نبحث. خلنا نكتب رنتل هاوس. شوفوا اضغط كذا اشياء هو يكتب. والله انا كتبت رنت يا جماعه، كتبت رنت وبعدين احاول اضغط ال كملها سي، فيعني فاهم من كيف الصدفه. المهم يلا نبحث سيرش، يعني نحجز لحم من هنا. على كم هذا؟ وير ار يو جوينج؟ والله ما ادري يا اخي. وودبري سيرش، بس ضغط ويكتب لك. فهمتوا؟ 350 لا غالي. 249 199 99 احس ذا حلو. هو قال لي حاول ذا، فخلنا انا هذا. يلا والله جميل جميل جميل. لا لا كويس، خلاص حجزنا، تم الحجز. يقول هاي، انا اتوقع انك انت تجيك مئات الرسائل اذا مو الاف الرسائل من القصص اللي تنرسل لك يعني كل يوم، فراح اعطيك شيء بسيط عن يعني قصة صارت لي. شكله هذه البنت ترسل للمطور، ترسل له يعني القصة وكذا. المهم انه معليش لو القصة غريبة، بس انه يعني كان مستعجلة وكذا. طيب خلونا نعرف القصة دحين. تقول انا كنت في بداية العشرينات وكان اشتغل في شركة استشارة كبيرة يعني في المدينة. الشغل مرة كثير وتواصل كثير مع العملاء ومقابلة اجتماعات، يعني لازم اثبت نفسي في الشركة. فما استمتعت يعني كثير بحياتي ولا يعني حياتي الاجتماعية، وتعرفت على ناس كثير، ما في يعني، كل مركز على شغلها بس يعني فاهمين. بس ان الوظيفة مبلغها جامد يعني راتبها حلو مرة، لكنها مقابل صحتي النفسية والراحة البال وكذا، يعني مبلغ جامد بس انه شغل كثير مرة، فما في يعني راحة مرة كثير. انا اسمي سيدني هاربر، وهذه القصة حصلت لي في يوم من هذه الايام. واحد من اصدقائي اللي في الجامعة اسمه مايك اقترح انه نقضي الويكند يعني في انه نحجز بيت وكذا ونتكي فيه في الويكند. وانا شفت انه صراحة بريك مرة حلو، اطلع من جو الشغل وكذا. وصديقتي الثانية اللي اسمها نورة فجأة قررت انها تخش معانا. الخطة كانت سهلة، نستأجر كوخ صغير، اخلص الشفت حقي بدري كذا في يوم الجمعة، نطلع وارجع يوم الاثنين، ويكند نقضي وكذا. فمايك جاء عشان ياخذني ومرة واحدة نطلع سوا. هذا بعد يومين. اوكي. اما هذا مايك. حلو. لا ما ادري، ما توقع مايك. يقول اشوفك كثير في الشغل كذا بس ما قد قدمت نفسي، اسمي جيل. هلا والله، اسمي سيدري تشرف. يقول لا انت في الدور العاشر صح؟ انا ترى في الدور الثامن. اوكي صح، انا شفتك في الدور العاشر اصلا تكون نازله منه وكذا، لما اكون انا متاخر عن اني ما رجعت البيت من كثر الشغل كذا. طيب انت ايش تسوي يعني؟ انا والله سوفت وير انجينيرنج. وانت؟ انا والله شغال في استشارات. حلو اوكي. المهم يقول يلا بتوفيق في يومك، انا والله رايح البقاله اشتري لي ذا قبل ما الثلج ينزل وذا. اوكي تمام، يعني ما مو لازم تعطيني التفاصيل هذه، بس بالله ابغى اعرف ايش الالعاب. اوكي في جاني اتصال انا. ايش؟ كيف ارد؟ ما رديت. حلو قفلت. خلنا نقرا الرساله دقيقه. مايكل، هذا هو مايك صح ولا؟ يقول انا وصلت المواقف وكذا، فنزلت ولا لا؟ راح ارد عليه جست سكند، ما اقدر. اوكي. وهذا الحجز وكذا، يقول لي انه ترى الكود حق الباب 5176 وكل شيء تمام. اوكي تمام، بس انه هذا هو مايك، بس تقول انها نسيت شنطتها في المصعد. اوكي حلو خلنا ناخذ. يلا حيو حيو مايك. يا الله يا ويلا. اوكي حاضنوا بعض. يقول لي باقي تحضنين الناس كذا؟ ايش في؟ ايش تبغى؟ ليش ما تحضنيني كانك يعني كأني واحشك مرة من زمان؟ هل أعطيها هق طويل ولا؟ أوكي يلا أعطها. لا لا هذا واضح إنه راح يسوي لنا مصيبة. واللي شكلك حلو. الله يعطيك العدد يا خوي. طيب خلونا نحط أغراضنا. يحب الشنطة. هنا. يلا مشينا. يلا let's do it. ما سألته فين نورة؟ كان في خيار أسأله فين نورة كذا، بس يلا ما عليه. الساعة 4:26 العصر.
الله يا الأجواء. يقول بدأ الثلج ينزل. يا أخي والله أني خايف. يقول يا أخي مو غريب، كنا نحلم أيام الجامعة أن نهرب منها، وذحين نشوف إحنا فين. الله، نحاول أن نهرب من هذه الحياة اللي نبغى نعيشها. الله يا أخي، الله أيام حلوة. يقول مرات التغيير صعب، حاول أنك تتعود على الوظيفة. فراح أسأله إيش يعني وظيفتك كذا، إيش الوضع ده؟ يقول احنا نشتغل على بروجكت يستخدم الماشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة. يعني يقول ما وصلنا يعني لتوني ستارك ان ايرون مان، لكن نحاول يعني. طيب ابغى اقرا الرسالة بس دقيقة، خلنا نخلص منه. يقول انا ما عمري فهمت شغلتك، ايش يعني بالضبط الاستشارة؟ يعني بالله ايش يعني؟ هل اقول له احنا نستشير بس؟ اوكي ما عاد ردت. ايش؟ في شيء غريب. ما عاد كملنا السؤال. Did you see that؟ ايش في شيء؟ See what؟ ايوه في سكول باص اللي هو حق الحفل على هذا. باص باص المدرسة. طيب ابغى اقرا الرسالة يا ابني، قرقر كثير. طيب خلونا نقرا الرسالة. ايش؟ يقول انا الساعة تقريبا 5 وانت لسه الان ما اكدت للحجز وكذا. يا ابن الحلال خلنا نقرا. الله. اوه ذات واز اوه سناب سناب، هذا السناب حقي يا شباب. ضيفه. انتبه انتبه للطريق بس. خلنا انا ايش يقول، انا قرأت في الانترنت ان الامريكان يشوفوا اذا شافوا غزال يعبر لذا انها كأنها رسالة من الكون. لا يا شيخ. قالت له احنا في الطريق والمفروض نوصل حدود الساعة 6 وكذا، ولكن يعني الثلج بدأ ينزل فلازم نمشي بشويش. قال خلاص تمام، اهم شيء اذا وصلت يعني اعطني خبر. اوكي كم باقي على الطريق؟ ساعة باقي، ساعة ونص. يلا تمام. والله تذكرت، يقول السواقة في الثلج صعبة. يا الله في أمريكا يا جماعة يوم كنت في إيش اسمها الولاية، المهم إنه كان كلها ثلج يوم صورت لكم هذاك فندق البطاطا، وبعدين صرت أسوق ثلج الدنيا. والله صعب أقسم بالله يا جماعة، في ثلج كذا، الثلج اللي يلمع أسود، ثلج أسود يلمع في الطريق، هذا يزحلط بأم الكفرة. فيعني عارف صح، فهمك يا مايك، أنت إنسان صادق أنا أثق فيك. خلاص الساعة 5:15 لسه باقي في الطريق، لا تقول لي تصير مصيبة في الطريق. ايوه بالله سوبر ماركت ناب لنا سناكات شي. شيك ذات اوت. ايش في شي؟ ايش ايش هذا؟ يا سلام، حرام انه يشالها بيتزا. يا سلام اشكرك يا شيخ، هذا الكلام هذا الكلام. يلا يلا بيتزا بيتزا. بس طفى النور. ايه عميت الشعب. يقول ترى يا هارب لازم اقول لك نظام الجي بي اس الجديد يا اخي، شوف كيف انا اقول لك، شوف الجي بي اس البيتزا مكان البيتزا ويطلع زي ما هو بالضبط في الجي بي اس. لا يا شيخ كاننا نعيش في المستقبل. الله المهم نبغى بيتزا. يلا يلا بيتزا بيتزا محلي حاره زي الفل. سلام وفل، الناس زحمه وكذا الامور طيب. بكم بكم على كم الجبنه؟ $3. اوكي كمان ثانك يو. حيو حيو، هذا واضح انه افضل شخصية عندي. ها في اخبار؟ في شيء واحد توفى على طول؟ انا في العاب الرعب معروفة. عندك اي ريكومنديشن؟ قال اكي جبنة، خذ لك. طيب طيب اطلب 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 لنا جبنة بالله. يقول راح ناخذ 3 قطع كل واحد، انا ببروني وجبنة وخضار. طيب انا على الريكومنديشن حق الرجال ابغى تشيز بس، تشيز تشيز كله تشيز. باي انا ادفع يا ابني، خلوه يدفع، انا بنت. نظامك يا مايك. الله تركت المحفظه حقي في السياره. طيب يلا يلا خلاص ندفع. يلا $20 هذه 100 ريال تقريبا. رقمك 27 اصلا. استعى على نفسك يا اخي مايك، استعى على نفسك. هيا اما الطلب يجهز ويقول لي روح شلوه. لا هذا كذا كفي. هل خلنا نسال الشعب هنا كذا نشوف يمكن في صاير. هذا خويي كيف حالك؟ كيف حالك يا عم؟ اوكي ما يتكلم. حلو كيف البيتزا بالله؟ How's your day؟ انا اسمي سيدني وانتم؟ لوك سيدني، احنا هنا بس نبغى ناكل بيتزا ونعيش بسلام، لا تشغلينا ابشر. ها كيف البيتزا؟ يقول لك والله عم الببروني طيبه، كل قضمه تذكرني بقصه. يا عم انت تحب تسولف. ها متى طلبي؟ كانت ويت. يلا طلبي بالله تاكد. والله صدق اني جاي ابغى اطلب لي اكل.
وش شفت نشوف لنا بندر بطاطا. والله طيب بندر بطاطا نطلبه. من ذا شيفز موجود عاد، الله كل شيء موجود. ذا شيفز تم الطلب. اتوقع لازم اجلس اسولف مع مايك على بال ما يجهز الطلب، صح؟ يب. في رساله جتني. ايش في فويس حركات هذه؟ نوره. لا لا، نوره قالت راح تتاخر ومدري ايش واعتذر، بس يعني في عندها عميل ولازم تخلصه. مايك قال لها خلاص انتبه لنفسك ويعني خلصوا سوقي شوي شويه ولين توصل. وما عليك، اوكي حلو. يعني انا وهو جي جي. ها يقول ما علي نور راح تتاخر، بس ما عليك يعني نبدا الفعاليه بدونها. ايش حنسوي؟ يقول لي ما لا تسوي لي مجنونه علي وكذا. انت عارف ايش قصدي. والله ما ادري، بس يلا نشوف يا اخوي. اي جاء الطلب، يا سلام. اوكي ليتس جو. هذا طلبنا. هذا طلبنا. شكله اخذ طلبه ومشى. طلبي حلو يا اخي، ما عنده اي احترام يا اخي. ثانك يو ثانك يو. جبنا جبنا ثلاث اجبان، الثلاثه ثلاث اجبان. يقول والله البيتزا ديم. فاتها نوره. يلا يلا بس خلص، بس ناقصها كاتشب. تصدق كاتشب صنع. حلو البيتزا الواحده ثلاث مرات مسوي. طيب هلا هلا خوي، هلا والله. ايش امرنا؟ يقول شفتكم انتم وقفتم سيارتكم كويسه، يعني قديمه وكذا بس كويسه. طيب ايش تبغى؟ يعني معليش وكذا، بس يعني انا في الطريق لحالي. اوكي وشكلنا رايحين نفس الطريق سوا، فعادي اركب معاكم. فين انت حتروح؟ انا ما عليكم، انا مغامر، بس خذوني معاكم، نزلوني على اقرب شيء. ما تقدر هذا تصرف المشكله. يمديكم ولا؟ الله يا اخي ودي اقول له نو، بس في نفس الوقت ودي اقول له اوكي عشان مايك ما ياخذ راحته. خلنا نساعده، ما تدري. قال دقيقة. يقول مو لا، المفروض نتناقش على ذا الموضوع، مو كذا بكيف تقررين. طيب يقول ما عندنا والله مقعد زيادة يا خوي. والله صرف امه يا خوي. قال يا اخي اي شيء كذا لو في يعني، بس شيء ابشوني. اقول له والله ودي بس ما في مكان، ايش اسوي يا اخي؟ فصل. ايش ذا؟ كيف ما في مكان؟ انا عارف انه في مقعد في النص. خايفين مني انتم ولا شيء؟ معليش سوري. يقول انتم مره مو طيبين، ما راح تقابلون ناس طيبين، لكن انتبهوا. تهددنا. والله مايك فلت عليه. لا 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 ما هددكم، لا تفهمني غلط، معليش بس والله الدنيا برد يا اخي وانا تعبان. اوكي حلو يلا نكمل البيتزا حقنا. يا ابني خفت انا من ذا مو من مايك. خلاص يقول لي من جدك؟ كيف تبغى شخص غريب تركبه معانا وما تعرفه ولا شيء؟ والله معليش يا اخي، بس كان ابغى يعني كان ابغى نساعد. قال لا تبغين تساعدين، مرات ترى المساعده تحطك في مواقف سيئه. لا والله كان شكله طيب يعني. تدري ذي الايام، ما تدري مين الطيب من اللي مو طيب. اي بالله انك صادق يا معي. والله انك اضغط هذا عشان بير، اتوقع تجشع صح؟ اقرب ام مايك. اوكي خلاص حطه في الزباله. ايوه القرب. ايش؟ بس اعطتنا قلوب وكذا. طيب اي والله شكله طيب. يقول على حسب الجي بي اس احتمال نوصل في ساعه. اوكي قالت له اعطني طيب المفاتيح خلي انا اسوق. قال لا لا الطريق مره يعني، فايش رايك واحنا راجعين انت تسوقي؟ لا لا ما عليك انا اسوق، اخذ لك بريك انت احسن. قال خلاص راح اعطيك المفاتيح بس بشرط واحد. ايش؟ اختار غرفه النوم بكيفي، انا اول واحد يعني اذا وصلنا. اوكي تم، هات المفاتيح. يلا ليتس جو باي، ليتس جو. سواق يا خوي. الساعة 5:49 لسه نسوق احنا. هلا مايك. ابني لا تصدمني انت. يا رب توصل نوره بسرعه. يا اخي انا خايف من خوي الصراحه، الى الان خايف من هذا ماي. ما ادري ما عاد تثق، ويمكن يطلع مسكين ما له دخل ولا اي شيء، راح يبغى نفلها وتصير لنا مصيبه هناك، فاهمي؟ يا حبيبي انت سوق زي الناس، امسك مسارك. ايوه هنا الطريق. ايش اصبر اصبر، ايش مكتوب؟ وود بيري. فين احنا؟ في وود بيري. وود بيري يمين. حلو وود بيري، حلو هذه وود بيري. وصلنا صح؟ دحين ندور للبيت فين راح يكون. فين البيت هذا؟ ايش مكتوب هنا؟ متوقع هذا نسيده صح؟ انا ما اشوف. يلا. لا يقول عديت طريق
اوكي يعني مين مين يعني ارجع كذا صح ممكن هذا هو انا المشكله ناس الصوره بس يلا خلينا دقيقه ها هو نزل اي هنا هنا صح ها صح ولا لا والله ما ادري يقول ليش احنا نزلنا هنا اصبر ابغى اتاكد من الطريق والله ما ادري يا اخي الحقني هو الخط 241 وودبري بوليفارد اوكي خلنا اشيك على الدقيقه تعال اركب معايا اشيك على اللوحه انزل اشيك عليها بنفسي احسن خلنا انزل اشوف اللوحه ايوه وودبري بوليفارد اوكي حلو هذا هو بس فين 241 يا ابني اصبر طيب انا والله لا تشتتني انا الارقام طيب مشكله ما انا عارف اللوحه ذي يعني هنا الطريق ولا وجهك يا حبيبي اصبر اي حلو وصلنا اي هذا 241 حلو يلا اخذنا الاغراض شنطتي يا سلام قفل يلا هو قال يبغى يختار غرفه النوم هذا كيف رمض اوكي دقيقه طيب خلنا ارمي الشنطه هنا مفاتيح المفروض انها هنا هنا ما لما يفتح لا تعسني انت تعسني مره لا تعس وجهك ميل بوكس هذا الميل بوكس مش ما يفتح هنا اوكي طيب هو قال الكود 5176 5176 شط يا سلام حلوين افتح الباب يلا 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 دخلنا برد 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 على طول على الجوم تقول الريحة حلوة ريحة البيت منظف مرتب توقع انه يبغى يروح الحمام طيب قال على بال ما انا ذا فخذي انت خذي انت الاغراض وحطها في الثلاجة وكذا اوكي طيب انا نروح الثلاجة ونحط تقول المكان كم مرة كويس نظيف ومرتب وذا طيب ابو سالم يا حبيبي اوكي افتحه ايه فقلتش الو والله قلتش انا ملعبة تكفى لا تقول لي ضاع حرم بلا ضاع كيف اقطع ما قلتش يا قهر دقيقة يا ابني خلنا نعبي الثلاجة اصبروا يا رب ما حد قلتش بي بس اصبر خذ هذا كامل اوكي انتبه اصبر افتحه هنا راح ابعد عنه لا ايوه اوكي حلو يلا ها عبي الثلاجة حلو الاغراض يا سلام باقي ايش ذا زبادي اوكي طيب كذا خلصنا ايش باقي برضو شنطتي انا ابغى اروح غرفتي وكذا خلنا اخذ اغراضي اي هاد تو بي اوكي الو اوكي لازم الحمام اروح اوكي ار يو اوكي او ماي جاد يقول معليش والله عطبت لك الحمام ذا والله البيتزا يا بس يقول المكان شكله رهيب كذا كويس ذا قالت حلو المكان مره كويس طيب خلاص خلنا نروح الحمام احنا برضو يوه تقول الريحة في الحمام الله يقول ايش؟ صح اقول لريك خلنا ارسل لريك انه وصلنا ترى وسوينا تشيكن ايوه ارسلت حلو خلصنا حلو اعطيها واحد سيفون شط ربطته غسل وصول هذه يا شباب يعني طيب يلا ايوه مايك هلا يقول خلنا نشيك على المكان وكذا اوكي يلا نشيك على المكان نشوف اول شيء هنا الصالة ما شاء الله جميلة ممتاز يا سلام حلوين يقول الصالة هذه الحالة اكبر من شقتي كاملة هنا ايش فيه؟ ايش ذا؟ ما في لمبات شيء شغل الو ليه تقفل علي هذا الباب انت؟ ما في لمبات ما ابغى اشوف وفينه؟ هو وراي اوكي طيب نشوف فوق الغرف هذه الغرفة الأولى هذه حقك غرفتك يا مايك ها؟ أنا ما أدري. أطلع إبليس! كيف في واحد! إيش فيه؟ يقول معليش ما كان قصدي حياكم في البيت. يقول إن شاء الله والله اثنين حبايب ما أدري إيش قالوا يا حبيبي ما إحنا حبايب. شوف مايك أعطاه النظرة إيش فيه؟ يقول ما يحتاج تقولي له كذا يعني تزبدين. أنا بس أجاوب عليه يعني. قال هو ما سأل يا سيدني. ولازم تقولين يقول اوبسي دايسي الله علاش يعني ما قصدي ان نسبب بينكم حساسيه المهم احنا ما توقعنا انه في احد هنا طيب
يقول انا بس والله جيت هنا عشان ادور لبس سيتي، وتذكرت ان التلفزيون خربان وكذا، فجيت يعني شكله يبغى يصلح وكذا فاهم. فلان اخر اللي استاجروا قبلكم تركوا تقييم سيء بسبب التلفزيون، فقلت لازم اصلحه وكذا. يقول عامل ضيوفك كانهم عائله، وعائلتي ما اسمح انه يكون عندهم تلفزيون خربان. فيقول بما انكم هنا خلنا اعطيكم لفه على البيت وكذا، ابينكم يعني كل شيء. اذا ما اعطيتكم لفه وكذا فانا يعني شخص سيء، مالك سيء يعني. فطيب يلا تفضل افتريو. يقول هذا كان شخص في متوسط العمر وطاقته غريبة، فوجوده بس في المكان أعطانا شعور غير جيد كذا، ما ارتحنا هنا الشاور. يقول وكذا يقول معليش والله المغسلة ما تشتغل، يعني انت بيتك كله خربان ولا ايش؟ لكن ما عليك راح أصلحه بسرعة. خلنا يقول أوريكم غرفة النوم. اوكي حلو. يقول شوفي الغرفة منظرها جامد. يقول انت تشوف هذا المنظر جامد، انتظر اوريك ذا ديك ما ادري ايش يقصد. يلا يلا خلينا نروح نشوف في منظر افضل. يقول اوكي هذا ايش غرفة غسيل. اوه ديم باي ديم باي. لا حلو والله والله جامد، الحمد لله انه عجبكم. المنظر هنا حلو كلش تمام، وحتى تقدر ايش great spot for fishing صيد. عسى كيف في بحيره يعني ولا ايش؟ ما في ولا شيء، كيف يصيد؟ great spot for fishing بتصيد ناس شكله يمسكهم يعلقوا. طيب خلاص يا اخي ممكن تمشي هنا غرفه التخزين. طيب اذا احتجت اي شيء يعني كل موجود هنا يعني. يقول اذا الكهرب طفي ولا شيء في هنا كشاف تقدر تستخدمه، ومرات ترى تجي عاصفات ثلج يعني لازم يعني ايش تسوي. لا ان شاء الله ما نحتاج. يلا دحين راح ينزلنا تحت. يا ابني والله شفنا المكان بالله، لو تقدر الباب على طول قدامك تطلع وتروح تفكنا احسن واحسن. طيب ها ايش فتح الثلاجه ايش فيه؟ يقول ما شاء الله قد عبيتوها حلو. طيب يقول بما انه برد مره خلوني اوريكم ايش اسمه السخان وكذا. طيب انا ما اشوف يا غالي والله ما اشوف شيء. اوكي اي حلو ولع اللمبه حلو يا سلام. اوكي ايش يقول ما في شيء هنا ترى، بس السخان واشياء اغراض قديمه وكذا. اذا وقف شغل بس تضغط الزر وخلاص امورك طيبه يعني. هذا السخان هنا اوكي حفظنا مكان. طيب في شيء زياده في غرفه هنا. يقول له ايش الغرفه هذه يا غالي؟ يقول ما عليك لا تشغل نفسك في هذه الغرفه، انا بس استخدم القبو ك يعني تخزين وكذا، لان الناس ما يحتاجون غالبا هذه المساحه فعشان كذا يعني اوكي. يقول له معلش بس كان يعني جاني فضول اعرف. خلاص يلا نكمل. ايش الغرفه هذه؟ نو اكسس تو جيست، ما نقدر نفتحها. حلو فيها كم جثه هذه اعترف. يقول ذكرت لكم انا ولا؟ يقول الشخص اللي شريت منه البيت هذا قال لي ان امه ماتت في نفس البيت هنا، ماتت في القبو، فبعض الضيوف يسوون شكوى انهم يسمعون اصوات غريبه في الليل، يسمعون صوت شخص يتعذب يعاني. لكن يعني لا تخافون يعني ما يحتاج، انا ما لا تنزل هنا امورك طيبه، تسمع واحد يعاني يجي ما عليك منه. حلو عشان كذا رخيص، عرفنا ليش رخيص. النظره اللي على وجهكم انا معاكم مقلب استر شعب محسن الله يا حركه هذه يعني. يقول خلاص في هذا تقول هنا يعني خلاص ذا الوقت انه المفروض انه يمشي، فقال انا ماشي يعني وكذا، فلازم القى البسه حقي. شكرا على التور يعطيك العافيه. باي ذا واي ايش تبغى تقول زياده؟ ايش كان اسم الحجز حقكم؟ انا والله اني يعني انسى شويه. قالت له باسم سيدني. اوكي صح سيدني، ها اسم جميل لبنت جميله. والد احترم نفسك. لا يقول انا بس ولا هذا الشخص مره غريب مره مره غريب. يقول ايش رايك نتفرج شيء على التلفزيون؟ الخيار هنا انه راح اخذ شاور سريع وكذا. يلا خلاص انت تفرجي، انا انت خذي شاور انا عجز اتفرج. طيب خلاص خلينا نطلع فوق الشاور فوق المكان، واعطانا لفه سريعه على البيت فحفظنا كل شيء. هنا الشاور، خذ لك شاور. اللعبه 30% منها في حمامات. خلاص خلصنا نشف. في لبس شيء نلبس. تاب دزنت ورك، هذا خربان صح. طيب ملابسي وذا فين؟ فين حطها ولا لبست؟ والله ما ادري.
اخاف انزل على مايك يفهمني غلط. والله يا رب ما يفهمني غلط. بس الكشاف وقال لي هنا حلو، خلو هنا، ها خلو هنا دائما الكشاف عشان ما ننسى. طيب غرفتي فين حتكون؟ هذه وبعدين غرفتين حاجزين ونوره لاجن فين ترقد في مصالح. اوف عبله ذا رايح يصيد ولا ما تقول له ناوي تصيد تسوي لنا عشاء يعني؟ اوكي يلا يلا، قال لي اتبعني عشان اخذ سنارة معاه ونروح نصيد. اوكي يلا، ابغى اعرف فين الصيد بالضبط. فين سنارة ثانية نبغى؟ ايه يعطيك العافية يا حبيبي، ادخل في وجهي احسن حبيبي. والله ما اشوف سنارة. ايه هنا علمني كيف تصيد، تحط اللقمة بعدين ذا بعدين تربت. لا كل حاجة ايش ممكن تصيد من نوع سمك يعني. حلو ايه حلو، اخذنا وناخذ طعم ذحين. خلنا ناخذ طعم. خلاص اخذنا جبنة، ما ادري ايش ذا السمك اللي ياكل جبنة بس يلا. اسوي كذا احط الجبنة. حلو يا سلام والله رايق الى الان، رحلة جميلة ما في اي شيء. هنا النهر يصيدون كذا هنا. اوكي حلو، ابغى جلوس هنا. يلا صيد يا وحش، هبلو طبق. يا سلام اوكي، في شيء من يسار. يلا ايش يقول؟ لا تنسى 3 كارب فور ذا ريسبي، ما ادري ايش يمكن يقصد 3 سمكات نصيد يعني. ايوه صيد. اوكي روح روح هنا هنا الحق السمكه. والله حلوه الحركه حلوه. يا سلام صيدنا اول سمكه كامون كارب. ايوه هو يبغى 3. حط هنا وارمي مره ثانيه. والله فعاليه حلوه يا اخي. يلا يلا سمكه 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 ثانيه. يلا 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 صيد 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 صيد. اجانا تشب. تشب ما نبغى، يبغى قال اللي هو الثلاثه كارب. ايش صيده؟ بلو جيل. والله هذا حسان ادري. ذاتس نوت كوايت ذا فيش وير ايمن. اوكي سوي لك هذه الحركه. حلو. كامن كارب حلو، باقي لنا واحده. يلا يلا واحده 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 يلا. ياس واخيرا صدنا 3. ليتس دو ات. يلا ناخذ الاغراض. ابغى اقوم انا. اوكي نروح نحطها في الفرن. هنا الفرن، هنا الفرن، جهز لك الفرن تعال. يقول انا انظف السمك وانت جهز المارينيد. ايش المارينيد؟ طيب just take a ball and throw in ginger. يقول خذ لك زنجبيل وزيت وفلفل اسود وملح وبهارة ايطالية وبابريكا ويوغرت. حلو. شوف انا مستحيل احفظها. اوكي دقيقة، هذا ايش؟ بلاك بيبر يبغى، هو قال بلاك بيبر. اي حلو الحمد لله. حلو حلو سؤال تحط انه مستحيل احفظ. في يوغرت قال في الموضوع، اليوغرت هذا حطه هنا. باقي اوليف اويل. اوليف اويل فين؟ هذا ايش؟ اويل بابريكا هذا حلو. وهنا هذا الجنجر حلو، وهذا الايطاليان. يا سلام باقي الزيت بس. الزيتون فين الزيتون؟ فوق هنا. اوكي تم خلط الخليط، بعدين نحطه هنا. اصبر نحطه هنا. ايوه اوكي نحط السمك في هذا. طيب اصبر ابغى ايوه كذا تو كارد. احط هذا هنا. اوكي اول شيء السمك لازم، فين حط السمك؟ هنا. ايوه حط واحده، حط الثانيه، قال ثنتين هنا. حط هذه الخلطه حقها وبعض الخضار هذا. اوكي فجعني يا اخي، يقول لي اضيفها للخضار بس فجعني هو كذا. حط الخضار بعدين حطها هنا وقفل. قال 30 دقيقة على درجة حرارة 400 اتوقع. والله بس يقول والله شكله حيطلع جامد مرة. يقول لا ايش رايك على بال ما الاكل يجهز نلعب بورد جيمز وكذا. اوكي يلا. قالت له ايش اللعبة ما ادري ايش؟ قال اختاري اللي تبغينها، بس المشكلة ما ادري فين البورد جيمز. طيب دقيقة فين البورد جيمز؟ اصلا يقفل الابواب يا ابني. هنا اوكي. نلعب ايش؟
هذه اويجا مدري ايش حق من جنوم عفاريت. خلنا هذا الجنقه خلاص بلانا يجينا عفاريت تطلع لنا الامه اللي ميته تحت. تار ستاك اوكي نايس تشويس. يلا ها نلعب هنا خش لي. يلا العب انت اول ستارت جيم. اوكي انا اطلع ذا بس كيف ايش الوضع دراج ايش ما انا فاهم. لا 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 اصبر اصبر جيم ثاني جيم ثاني. يلا اختار انا ابغى افهم ايش الوضع يا حبيبي ابغى افهم كيف الطريقه. قول لي كذا من اول كذا وسهلة. ارسم شكل بس يلا سموث. اما ذا عاد حدك تعزمني قلت ايه. اوكي طيب سواها ذا حلو. اوكي ابغى اشوف يا رب تطيح عليه. ما طاحت اوكي سلام. الله ما توقع يهزمني خلاص. طاحت 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 طاحت. روح هذه ثلاثة خلاص. ايوه ذي سهلة. اوكي نايس. طيح 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 طيح. طم الحالة يا شيخ. حلو. يا ابلع السبك ما تعرف تلعب. ون مور راوند. بدي اتوكل بس انا فزت خلاص. يا حبيبي لا تلصق فوجي الله يهديك بصراحة. يلا يلا الاكل الاكل الاكل. يا سلام سمك 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 طازه طازه. ها كيف في من انفن من انفن. اوه يا بي. يلا يلا يقول طيب شوف اللي بيستحي على وجهه شلله صحنه. يا اخي استحي على نفسك يا اخي والله ما عنده اي احترام ولا تقدير. طيب نبغى نشغل التلفزيون اول ويشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اما هذا هو. يلا كل كل ما شاء الله جميل حلو. كل كل بالعافيه بالعافيه. كيف مسمعك؟ مسمعك فن خلاص انا خلصت. يقول والله كان طيب. يقول انا راح اشيك على الايميل حقي بسرعه فخليت لابتوبي فوق. اوكي يا هي تقول عن هذا الخيار انه مو المفروض اخذنا بريك من الشغل. لا يقول لا مو شغل بس اني منتظر شحنه وكذا فابغى اعرف. خلاص احنا مهمتنا اننا ننظف المكان وقفل ذا العفن. ننظف الصحون والله. ونوره فاتك يا نوره وفاتك سمك فن سمك من انفن فاتها. طيب ايش بعد هذا حما في انظف الصحون الباقيه. والله باقي سمك. اي رساله مايك ايش يبغى. وات يقول اتوقع في واحد تحت سريري ممكن تجين فوق. وات ذا مايك لا تستهبل على راسي. يقول لا تسترين اي صوت امشي بشويش. مايك لا يكون مقلب يا مستر جان عبد المحسن ما نبغى هذه الاشياء. مقلب. الله يقلع راسك يا مايك. نوت كول نوت كول. كان مزحه. يقول تبغينا راوند ثاني عساك. يلا خلينا نلعب واحد طش. يقول يلا اوكي اوكي حلو راح نلعب واحد طش يعني. يلا راح اعد للعشرة. يقول راح اعد للعشرة وانا ازبين. شوف الزبنة هذه. اوكي انا كان راح اقول لكم شوف الزبنة هذه واطلع اشغل ام سيارة اروح. اوكي يلا نمشي على القصة. القبو ها بس لا المشكلة ما اشوف شيء. بس يلا يلا اوكي لا بس عارف اللمبة فين. اللمبة هنا اي اوكي. طيب فين ازبين في القبو؟ ها decide to hide in the nook after under the stairs. اوكي هنا والله ما اشوف شيء يا شباب. هنا في حاجه. اوكي اوكي او لا كمون بين. يقول هذا مرة متحدي ايزي مرة جبتك. يقول يلا دوري انا ازبن. غمضي وعدي. يلا اوكي اضغط كذا غمض عيوني. 1 مسيسيبي 2 مسيسيبي 3
3 مس بي 4 5 6 7 وصلنا خلصنا شباب. يلا جاي يلا نشوف فين يزبين فين الزبنه يا باي فين هنا طيب خلونا ندور فين ممكن يكون. احس انه في الشد اللي برا ما ادري ليش انه المفروض يلتزم بالقوانين. اطلع يا مايك اطلع اطلع مايكي 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 مي مايكي هنا في دولاب زابين ها شوفوا شوفوا انا اطلع في الدولاب يا اخي حمار انت اسم زنس فول مي وانس شيم اون مي ها اوكي شيم اون يو فول مي توايس يقول اسمعي والله اني ما استهبل عليك والله اني سامع صوت هنا يقول والله يقول والله 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 اني سمعت شيء يقول في الاتيك فوق هنا في ترى باب نقدر نروح له او شيء زي كذا يقول والله اني سامع صوت يقول ها تبغين تشيكين عليه بنفسك خلنا اقول له لا انت اطول مني ليش ما تشيك انت بنفسك يقول والله يا اخي انا كتوفي كتوفي وكذا ما اقدر يعني برضو ادخل وذا لكن انت يعني خفيفه كذا ثقيله وذا تقدرين تدخل يلا يلا خلونا نطلع الاتيك ها فين في حاجه هنا استخدم ذا خلنا ناخذه نحطه هنا دقيقه ليش طلع حق المايك طيب اصبر اصبر يا حبي ابغى الكشاف ما اشوف شيء ما تجي استهبل انا مقالب وتحديات ما نبغى اوكي شباب شوي شوي ها المايك يشتغل يعني ما اقدر اتكلم كثير الو الو ايريبادي طع بليسك البسه او ماي جاد واو طيب يلا نسوي لها بت سوي لها هي ذي الحركه مياو مياو تعالي يلا معايا ها تعالي بس بسه يا اخي اعطونا قصص كذا نبغى جن وعبارد وشيء فاهمي نبغى شغل طيب خلاص انزل يعني اطمنه طمن الرجال ها ار يو اوكي بس البسه ترى يقول ارتحت توقع انها جائعه يقول باق معانا سمكه ليش ما نعطيها صح فكره حلوه هنيك والله انك جامد ايش ذا حبيبي هذا حط له غمض يقول يلا اها قررت انها تتخبى في ال... اوكي الكشف اصبر الكشف مهم قررت انها تتخبى في الباك يارد في الشد تذكرون يوم ما اقول لكم انا احس انه راح يتخبى هناك طلعت هي نفس تفكيري تول شد ايش تول شد باك يارد ايوه هذا ايوه هذا هو اوكي طيب فين نسبين في شيء مكان معين شيء ولا لا ما في زبنه محترمه بس كذا الرجل هو يجي ويكشفني طفي اللمبات ايوه حلو هذا هو اخ احسه في مصيبه راح تصير انه احطوش كذا الوضع مستحيل في شيء في بلاء لا لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا كشفنا كشفني يقول يا خلاص بدات تعبين انا راح ازبن في البيت اخر راوند مره واحده تلقينه وروحي نامي اوكي يلا 1 من 10 ام كامينج اسرع عشرات طيب فين ممكن يكون زابن خلينا نشوف اذا ما لقيته بسرعه خارقه اطلع اطلع في الحمام صح في الحمام الحمام بسرعه شوف غرفه البورد جيم حبيبي ايش الصوت في صوت واحد اوكي دقيقة هنا ماشي الو الحمام اوه ماي جاد ايش فيه ليش ذا يدخل وقت ما يبغى وايش فيه يقول انا جالس اصلح الماسوره ايش فيكم المفروض تقول لنا يقول يا حبيبتي هذا بيتي ما يحتاج اجي واستاذن ومدري ايش يقول اصلا ما عمري شفت احد يصلح مغسله بمطرقه قول له ما شاء الله تصلح انت يعني مغازل كثير ها ما توقع فلجس تفلسف على راسي ها من متى انت هنا يقول اجيت من دقيقتين يقول اذا سمعتوا اي شيء ثاني قبل دقيقتين ترى مو انا والله العجوز اللي ميته تحت تذكره لا 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 احنا لازم ننام اصلا ذحين فلازم تمشي هذا عصب يقول تراها محترمه معاك احنا استاجرنا البيت هذا عشان نكون لحالنا ما نبغاها توصل انه نتصل لك على الشرطه مايك اهدى خلاني انا اتعامل مع الموضوع قال لا قال لي حبيبي في وود بيري ما في ولا شرطه
صان توقع يعني راح يمسكون مالك البيت يعني عشان يصلح مغسله؟ انا جاي اسوي شغلي بس، اذا ما تقدر تتحمل هذا الشيء مشكلتك مو مشكلتي. اقول لك بحاجه، اذا ما تحبون اني اصلح المغسله راح اخليها زي ما هي. والله السلام عليك. يا طيب لون من جد شو تشغلنا تقروشنا يعني؟ ما سكت تصلح يوم استاجروا؟ لا مو طبيعي هذا، ورا بلا. السلام عليك. بالله يقفل الباب، قفله بخمسين لف. يقول بعد ما قفلنا الباب قررنا الآتي: في شيء غريب هذا على ذا الشخص اللي اسمه ريك من البداية، كان يستمتع وهو يحط أعذار عشان بس يجي بدون ما احنا ندري. فقررنا في الأخير ان ريك كان غريب لكنه ما هو مضر، فنتوقع ان تصرفه من يعني ما عنده social awareness، لكن احنا يعني اخذنا مشوار عشان نوصل هنا فنبغى نستمتع يعني وكل شيء. فمايك قال انه هذا الوقت خلاص اصلا انا تعبان فيبغى يرتاح. حلو. الساعة 11:39 في الليل. ايش في مصيبة ولا؟ ايوه الباب يدق. اوكي نقوم. مين؟ مايك ولا مين؟ مايك يدق الباب. شغل اللمبة. ها هارب انت صاحي يا ايس؟ Do you mind if I come in؟ يقول عادي ادخل عندك ابغى اكلمك بحاجة. اوكي ايش في شيء؟ مايك هل راح يعترف بحبه لسيدني ام ماذا؟ يقول العاصفة مرة يعني جالس قوية صار ما اشوف حتى سيارتي في الممر. يا رب خلنا نقول I hope Nora is okay. لا ما عليك راح تكون بخير لا تخافي. يا سيدني انا هنا عشان تكونين انت بامان. وات؟ يقول لا ما عليك ما في اي مشكلة، ترى ان الرجال هم اللي ينتبهون للناس اللي يهتمون فيهم البنات وكذا. ايش قاعد تتكلم عنه اليوم؟ ما توقعت يا سيدني ان اليوم يعني هذا كله يصير يعني الاشياء الغريبة وكذا. تصدقين ذاك الرجال يا اخي يجي حول البيت ومسوي فيها يعني ان انا مالك المكان وكذا. طيب هو يملك المكان. انت تعرفين ايش اقصد يا سيدني، ما ينفع انه يجي كذا وفي ناس مستأجرين. احنا استأجرنا البيت، الرجل اكيد انه ما راح يضر احد، لكني انا يائس من الموضوع والله حتى انا. المهم يا مايك لازم اني انام الان، ف يعطيك العافيه بالله ارجو. اوه جلس ذا في مسرير. ها ليش؟ قال له سيدني ايش رايك تجين تجلسين جنبي؟ ليش في شيء؟ في بلوه حتصير ولا ايش؟ هارب يو نو انا والله فقدت هذا الشيء. انا وانت بس نتكلم مر وقت طويل، تدرين انه ما يحتاج تنامين لحالك اليوم اذا تبغين يعني. مايك ليش تقول هذا الكلام؟ يا مايك نبغى نشغل الاضاءة اني ما اشوف، لو تطعني ما ادري. يقول مسوية ما تتذكرين رحلتنا لأوريجون؟ لا خلنا اختار هذا عشان احنا نتعاون معاه وكذا ما يطعني. لا اتذكرها بشكل ممتاز. يقول لي ايوه تذكريها يلا قولي لي. اتذكر انها كانت غريبة، لكن يقول ما بدت هي غريبة. يقول له مايك احنا شربنا كثير وصار اللي صار. نورة ترسل اصبر خلنا ما اقدر اشوف. مايك انا ما ادري ايش اقول لكم خويي. You just let me worry about the details. لا خليني انا اهتم بالتفاصيل يا سيدني. مايك اتوقع ان هذا وقت غير جيد. خلنا نشوف نورة ايش شغل. I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. كفرها بنشرت. على 70 ميل تبعد. تقول عادة تجولي. والله لازم نروح لها. What's the timing ها؟ شوف وقتها. لكن ما نقدر نخلي نورة في حالة، لازم نروح لها. طيب خلنا نلبس ونتقابل تحت. سيدني لا. أنت خليك هنا ونامي. وليش هالإثنين كلها نروح ونموت برد؟ والله يا اخي اشكرك يا مايك والله انك رجل صدق. انا دائما احب اني اسوي اشياء جيده للناس يا سيدني. طيب خلاص انتبه لنفسك يلا توكل يلا راح نكمل حديثنا بعدين. تمام يا سيدني ارتاحي تدفي كويس. ساكت لا تقول ولا كلمه وغفتها نوم يا رجال. I couldn't have gone to bed without locking the front door. قفل الباب. قفل الباب هذا ولا اي باب؟ قفل. صح اوكي خلوه هو يروح ذحين
خلوه يروح بعدين انا اقفل الباب. ايوه حلو. يقول قبل ما اروح عادي احضنك، عادي يعني احضنك بس يعني في حال انك كنت نايمه اذا رجعت وكذا، وانا والله احتاج حضن يا الله يا اخي ما ادري خاف انطعن وانا نايم، خلنا نعطيه حق درايف سيف. يلا انا يا حبيبي ما اشوف اي شيء يا اخي، هنا الكشف، الكشف حطيته انا هنا اخر مره بس ما ادري فين. يلا يلا خلاص نروح نهبها نومه خلاص. المشكله الكشف ما ادري هو رجع مكانه الكشف ولا لا. دقيقه يا اخي، قالت اني ما تفلسفت واخذته. خلاص يلا يلا خلنا ننام وبس. او لا يا عبله دحين يمكن يجيني ذاك الغريب. انا قلت لنفسي ان راح تتحسن الامور اذا اخذت لي بعض الراحه يعني نمت وكذا. نوره هي اللي دائما فله وتعرف كيف تخليني مبسوطه وانا احتاجها مره، فانا يعني ان شاء الله توصل كذا. انا قررت اني اريح يعني. الساعه 12:39 حلو. حرام ان هذا اشياء يا جماعه. الجرس يدق مستحيل. ليش المشكله ما اقدر اشغل الانوار؟ في شخص ذا دخل الكشاف تكفى. يا ليل. طيب طيب جاي الكشاف والله انه كان. الو في واحد يدق. حبيبي مين؟ مين ذا؟ درجة ايش يسمونه اوت سايد؟ تقول يا بس اني استوعبت انه في واحد برا في هذا الوقت. انه مرة غريب يخوف. طيب مين هذا يا اخي؟ ما ابغى افتحه. يا اخي الكشف! افتح له ولا لا؟ والله انه راح الله يستر. ايوه ما افتح له. حلو اكلمه كذا احسن. الو دوك فريند. يقول ادري انه غلط اني ادق الباب الان يعني في نص الليل وكذا، بس اني انا متورط، المفروض في شخص يوصلني بس انه ايش سحب علي، سحب علي له ساعتين. يبغى يدخل داخل. لا قول له ما راح اسمح لك تدخل. اوه عصب يعني راح تخليني اموت من البرد هنا يا حبيبي؟ مو انا ما لي دخل. اوه ماي جاد. يقول انا والله توقعت منك هذا الكلام زي ما سويت فيني في محل البيتزا. هو نفسه طلع ذاك. تحسبين اني ما شفتك انت وحبيبك هذاك الصغير وانتم تصيدونه قبل؟ قلت يمكن تعطيني فرصه هذه المره، لكنك باقي كلبه. اقول والله اتصل على الشرطه. حبيبي ما في ولا شرطه هنا. المهم ما اشوف سياره خويك هنا. طيب خلينا ندق. يلا ندق على الشرطه 911. كيفك؟ لا تكفى تكفى، اقرب تلفون شغلوا اللمبه تعيش. والله انا ما اتحمل ذا الظلام. ابغى الكشف، الكشف كان هنا. هذا باقي واقف عند الباب. اوكي او ماي جاد. خليني اقول لك حاجه، والله راح يجيك الا أسوأ من هذا الشيء لانك خليتيني هنا في البرد. الكارما كل شيء تسويه يرجع لك ترى. هو غالبا راح يدخل في اي لحظه ويجيب. او ماي جاد. تقول انها تعبانه مره؟ لا قالت انها لازم انها تنام يعني سحبت عليه عادي الوضع. ديم اوكي بس الشرطة ما ادري كيف، ما ادري فين التلفون وذا. طيب عادي تنام والله دي. ابو سالم ايش في صوت؟ الو ليكون جاء مايك وصار بينهم فايت ولا شيء. يقول انا ما في هذه اللحظة خلاص لازم اني ادق على الشرطة. صح كلم ريك صرت بدري. اوكي ممكن تيجي، في شخص غريب هنا وكذا وجالس يهددنا وانا خايفه مره وكذا، ممكن تيجي تشوف. تكفى لا نمطعن تكفى. والكشاف ضيعته ورب النتيس انا يا اخي. شغلوا اللمبه تيش شيء. في احد؟ الو تكفى لي يطلع لي احد فجأة. تكفى ما يرد ريك حرام بالله شكله نايم. ايوه تكفى ريك، تكفى قول لي انه ريك، تكفى قول لي انه ريك. يا اخي اشكر ابوك يا شيخ. اوكي تقول صح انه غريب بس انه لما شفته اطمنت. ايش اللي صاير؟ الحمد لله انك هنا، شرح له كل شيء. ايوه جيت انا في اسرع وقت. لا ما عليك لا تخافين. يقول لا تخافين ولا تهمين في الشخص هذا، مره خلاص عند الموضوع. اشكر ابوك يا شيخ. فين يقول لها فين صديقك؟ اي خلنا اقول له ما اعطي التفاصيل انه راجع ذحين.
انت دحين لحالك يعني. ايوه بس انه اصحابي جايين ترى. طيب نبغى تلفون ندق على الشرطه احتياط يعني، ما ريك وشرطه واللمبه ما اقدر اشغلها. ريك واز ان ذا هاوس. طيب حلو، هو في البيت دحين ريك. طيب ايوه ها ايش يقول؟ ترى عاصفه زي ذي تجيب لي بلك كل انواع الناس، ترى بعضهم ينشبون يعني وكذا. اوكي ريك راسل لي كم باك ودي يومين اي ليف ان. ماي جاد، رد ريك يقول ايش اللي ارجع؟ ايش تقصدين انا عايش في مدينه ثانيه؟ او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. ايش اسوي؟ ايش اسوي يا ولد؟ ريك عاد ما يدري صح؟ عاد ما يدري ريك. طيب راح احاول اني اطلع. او ماي جاد، وبرد برا، برد ما اقدر اسوي اي شيء. ابو سالم كل شيء بخير؟ اي تمام كله تمام. يقول الوقت متاخر انك ترسلين لاحد وكذا، لمين ترسلين؟ خل اقول له اصحابي جايين في الطريق. يقول قال لي اها حلو، شكرا والله انك جيت وكذا، يعطيك العافيه، انا ترى راح اكون بخير ذح. تقدر ترجع؟ اكيد متاكد؟ اي بس يعني اوفر رياكت، انت الواحد مره تتحمس كذا. يقول لا خليني اجلس هنا، تاكد كل شيء تمام. ما في الا ثلاث خيارات، اصرخ عليه واقول له يلا روح دحين، ولا اقول له انت ما انت ريك، مين انت؟ ولا اقول له مين انت؟ خلنا اعصب عليه، ما ابغى اصارع. What did you just say؟ ايش تقولين؟ مواجهه، كونفرنت، انت مو ريك وذا. يقول يا حبيبي هذا بيتي، وانا اطلع وقت ما ابغى. طيب اطلع قبل ما ادق على الشرطه. لا ما راح ادق. اذا في احد حيطلع من هذا البيت راح يكون واحد مننا، اما انا ولا انت. طيب ابشر الان اطلع من البيت، لا تشغلنا ولا شيء. الو ايش في حبيبي؟ ايش اللي قاعد؟ اي صفق راسي. اصبروا خلينا ياخذ الدنيا ظلام يا جماعه. هو هناك اوكي، خلنا اروح على طول القى ابو يا رجال، ما ادري ايش قاعد اسوي. وزبنتي المفضله. اوه ماي جاد تكفى بسرعة، ما اشوف اي باب والله، ما اشوف يا جماعة والله ما اشوف اي شيء. اوكي قفلت الباب. سبرنت فك سبرنت. لا نور الدق. ما اشوف اي شيء. تكفى مو وقتك. لا 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 وحاولت افتح الباب، كسر الباب، كسر المقبض. اوكي انا فوق دقت نوره، فعشان كذا سمع وعرف اني فوق، يعني جي دحين رسمي صح؟ واللزبن زبنه فيه زبنه حلوه شيء، انه لو جاء راح انطعن رسمي. الله اني ما انزل، والله لو اجلس هنا لو سنه، اجلس سنه هنا ولا انزل فوقني بمطرقه في راسي. لا والله ما اقدر. ايوه حلو، اشكرك يا ريك، اشكرك يا ريك الاصلي. ريك الاصلي قال اتصلت على 911 للشرطة. يا اخي اشكر ابوك يا شيخ، اقسم بات اللي ارجل واحد. اوه هرب صح؟ هرب ولا ايش؟ شكله هرب يا جماعة. ما شاف انه اصحابي وصلوا وذا. اصحابي ذولا صح؟ اقطع ابليس العدو. حيو 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 حيو. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد يا جماعه، اقسم بالله اللي رعب، صدمه ان ذاك مو ريك. قلت لهم كل شيء صار بعد ما مايك راح، وريك اتصل على الشرطه اللي هو ريك الاصلي. العاصفه يعني انتهت، يعني خفت مره لما وصلوا يعني، والرجال اختفى وما حد شافه، ما ندري مين. واحنا راجعين بسيارتنا يعني راجعين خلاص، جلست افكر في هذيك الليله، فأتوقع ان الرجل نفسه عايش يعني بالسر
في نفس البيت هذا، لما هو ما يكون موجود، لما ما يكون في احد هو يعني يكون في يستخدمه، وحاول انه يعني يسرقنا هذاك هذاك الوقت يوم احنا كنا جالسين، لكن الشرطه تحس انه في شيء ثاني بتصرفات هذا الرجال، يعني بس مو بس انه يسرقكم، يسرقهم يعني في شيء ثاني ممكن هو يهدف له. ريك بس سالني كيف شكل الرجال وما عاد سالني اي سؤال ثاني، فنتوقع انه هو يعرف اشياء اكثر عن هذا الرجال او شيء زي كذا، لكن ما قال لنا. لكن في النهاية أعطانا ريفند كامل حق السكن، أكيد هذا ريفند وتعويض نفسي وجسدي وكل شيء. سيرفايفر نجونا يا شباب، وهذه كانت الحلقة الخامسة من فير تو فاثوم. إيش رأيكم في الحلقة؟ عجبني فيها إنه يعني كذا هدوء وفي نفس الوقت في فعالية خفيفة، وما تدري أنا كان خايف هل هو صاحب اللي هيسوي مصيبة ولا هذا بعدين، لكن حلقة حلوة الصراحة. إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة، وننتظر لو في حلقة سادسة يعني بعدين، هو ينزل كل فترة. والقصة الصراحة حقه يعني أحس أنه يعرف يختار كذا أشياء تخوف شوي. أتمنى أنكم استمتعتوا يا شباب، لا تنسون تقيمون المقطع، تعطونا لايك، ونشوفكم في مقطع جاي. مع السلامة.